كيف الآن الأجواء؟ أرى أن الأعداد يبدو أنها تزايدت. رغم ذلك نقول هنا ما يجري هنا تحديدا في ساحة القصبة، يعني منذ قليل بعض المناوشات والتي لا زالت متواصلة بين أعوان الأمن والمشاركين في المسيرة المنتظمة هنا في ساحة القصبة. يعني حسب ما استقيته من معلومات، هناك محاولة من المشاركين في هذه المسيرة إلى اقتحام الحواجز. تصدت إلى هذه المحاولات، يعني وهذه عدسة كبيرة الأخبار أتركها لتنقل لكم بعض المشاهد. و تواجد أمني مكثف ومكثف.